شباب صبايا اهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي على الفرق بين الجارمن فورنر 945 وال 945 ال LTE الجديد اللي نزلت هلا من جارمن. شو الفرق بيناتهم، شو التفاصيل، خلينا نشوفها بهيدا الفيديو. لا تنسوني بليز بدعمكم بلايك سبسكرايب، اذا عندك اي كومنت ترك لي اياها تحت. خلينا نبلش بشغله كتير مهمه بجارمن. هيدي هي 945 مثل ما كنتم شايفينها. ما في فرق بيناتهم بالنظر الاولى او هيك التفصيل الاول، اذا بتطلع عليها هيك للوهله الاولى بتشوف انه ما في فرق بيناتهم، بس حورجيك تفاصيل الفرق بين هيدي الساعه وهيدي الساعه. طبعا للاشخاص اللي ما بيعرفوا شو هي الفورنر بجارمن، يعني الساعات مخصصين للرنر، للاشخاص اللي بيعملوا رياضه الركض، اللي بيركضوا لمسافات طويله، ماراثون مثلا او شيء، فبيستعملوا هيدي الساعات. عندك اشهر ساعتين هن او اشهر ثلاث ساعات، خلينا نقول الفورنر 245، ال 745، وعندك ال 945 يعني بتعادل الفينيكس، يعني هي التوب الهاي اند. الفينيكس هي اقل منها بدرجه، فهيدي بس حبيت اوضحها للاشخاص اللي ما عندهم فكره عن الجارمن. بالنسبه للجارمن ال LTE، اول شيء ال LTE يعني انت بحط فيها خط لهيدي الساعه، بس في مشكله واحده بدك تعرفها، انه اذا انت رحت اشتريت ال LTE هاي، شوفوا الكفرج تعول البلاد يلي كفرد لهيدي ال LTE، لاحظوا شو هن، US كندا ونيوزيلندا. هلا انسوا لي هيدي، بس هيدي LTE مثلا، هون عندك معظم اوروبا عندك LTE، بس بعدين نحكي شو يعني اسيستنت بلس، هيدي خلوها على جنب. هلا هيدي هي ال 945 LTE على الليفت سايد مثل ما كنتم شايفين حاطه انا هون، طلعوا السعر تاعولها 649 USD، اكيد بيتغير بعد فتره الاسعار، بينزلوا لانه كثير اسعارهم بكره اذا صار في مناسبه معينه بتلاقي بينزلوا السعر، بيختلف السعر من وقت لوقت يعني. اوكي، ولاحظوا انه حاط لك هو ال 945 LTE، بس فيك تقول له نو من دون LTE، يلي هي العاديه اللي نحن هلا حنحكي عنها. الفرق بينه وبينها اللي هي ال 945 هيدي هي حقها $549. خليني اورجيكم بس شغله واحده، اللي هي الاشخاص يلي حابين يشتركوا مع هيدي الشركه يلي هي المونثلي سبسكريبشن، بدك تدفع بحدود $7 بالشهر مشان تحصل على ال LTE سبسكريبشن من جارمن. يعني انت ما بحاجه انك تاخذ معك تليفون، بيجيك الكول فورا على التليفون تاعك، فيك ترد على الاشعارات لانه فيك ترد اكيد بجارمن، فيك ترد على اي اشعار بدك اياه، ريبلاي اي شيء بدك اياه من دون ما تاخذ تليفون. بصراحه كتير حلو، حتى فيك تسمع ميوزك لايف من الساعه، فبحسها انه كتير حلوه هاي القصه. بالنسبه للفروقات تعول الساعات، شو الفرق بين 945 العاديه و 945 ال LTE، يمكن تقول لي ما في فرق، بس انا بقول لك في فرق بثلاث تفاصيل بالضبط، هلا بنشوفهم بنحكي عنهم. احد تفاصيل هن ال LTE اللي نحن حكينا عنه، انه فيك انت كونكتيفيتي يكون عندك كونكشن دايركت بدون ما يكون تليفونك حد منك، وحكينا عن الموضوع هذا. بنروح على البارت الثاني اللي هو الاسيستنس، في حال وقعت او صار معك اي حاله امرجنسي، لا سمح الله سياره قلبت او صار شيء، او انت وقعت بالارض، فورا بتبعت امرجنسي كول الساعه بدون ما تخبرك، بتبعت اللوكيشن تاعولك للشخص. بس المشكله وين؟ المشكله انه لازم يكون عندك الموبايل تاعولك في سيرفيس، هيدي البوينت تذكرها. فكر مال هيك ال LTE بهيدي المرحله بالذات كتير حلوة، فالأشخاص يلي معه تليفون مثلا وما بحاجة له، في حطه بالبيت ويستعمله، وإذا صار معه أي حالة إمرجنسي بيبعته. وحنشوف تفصيل تاني اللي هو الأسيستنت بلس، هيدا موضوع جديد يلي هو بيحكوا عن السلام بجدية، يعني موضوع جدي أكتر، لأنه هيدي الساعة بتبعت اسمك وموقعك تلقائيا من جارمن IERCC اللي هو مركز تنسيق استجابة الطوارئ، مخصص بيعمل على مدار 24 ساعة بجارمن، يعني هيدا 24 بخدمتك. في شغلة كمان بالاسيستنت بلس، في عندك لايف تراك، بيشوفوا الأشخاص أنت شو عم تعمل، كيف عم تروح، توجهاتك كيف، مشيت بهالجبل، وقفت هون، عملت هيك، يعني فيك تبعتها لأهلك، لأصدقائك، لأصحابك، إلى آخره. فكمان حلوة اللايف تراكينج. وعندك كمان في شغلة حلوة كمان اللي هي إنه فيك تبعت مسج، أنت كابنك يمكن يبعت لك مسج بيقول لك بابا برافو عليك، عم تشتغل حلو، عم شوفك، عم تابعك أنا، يعني تشجيعا منه لألك، الفاميلي تعيتك فيها تبعت لك هيدي المواضيع.
طبعا هتقلي هيدي موضوع يمكن تكون موجوده بفينكس بكره او بتكون موجوده بكارمن 945 العاديه، بقول لك يمكن تكون موجوده لانه اتس ابديت سوفت وير ابديت. فهيدي التفصيل الثاني اللي حكينا عليه هلا يلي ما موجود بال 945 العاديه. بنيجي على الشغله الثالثه يلي ما حدا ذكرها اللي هي الهارت ريت، اللي هو السنسر اللي موجود على هيدي الساعة الـ 945 LTE، موجود عليها سنسر الجديد من غارمن. يعني هيدا السنسر اللي حتستخدمه غارمن مع الساعات الجديدة مثل الـ 7، مثل الـ 945 LTE، مثل الغارمن فينيكس 7 اللي حتنزل بعد فترة and so on. So كل الساعات الجديدة حتستعمل هيدا الهارت ريت مونيتور أو هارت ريت سنسر اللي موجود بلت إن جوات هيدي الساعة. فإذا أنت من الأشخاص يلي بفضلوا التجديد وبهموا صحته، لأنه بتعرفوا كل مربوط، يعني كل شيء عم تعمله الرننج والحركة تعيتك كلها مربوطة بشو؟ بالهارت ريت مونيتور. يعني الهارت ريت مونيتور هو اللي عم بيعطيك أو فحص الدقة القلب تعيتك هي اللي عم تعطيك كل هالتفاصيل اللي عم تشوفها بالساعة. فإذا كان في خربطة تذكر أنه حتخربط كل شيء عندك معلومات. بس طبعا ما عم نقول خربطة يعني انه الساعة ما منيحة 945، بالعكس كتير منيحة. بس دائما انا بقول دائما وكل اشخاص بيعرفوا انه اذا انت بدك فعليا هارت ريت مونيتر قوي لازم تجيب البلت اللي موجود من غارمن او بولر، وفيك توصله على اي ساعة بدك اياها فنو بروبلم، لانه سبورت كل الساعات معظم الساعات. يعني ساعة عن جد رائعة. اذا انت بدك ساعة ان بتوين، يعني لا تكون غالية ولا تكون رخيصة، وساعة عن جد قوية، بنصحك بال 945 وخد LTE وخليه عندك. You never know، ما بتعرف إذا أنت عايش برا مبروك عليك لأنه ساعة رائعة. فهيدي الفرق بيناتهم الاثنين. لا تنسوني بدعمكم بلايك سبسكرايب، وإذا عندك أي كومنت تركيها تحت. يعطيكم العافية وسلام.